من اكثر من 7 سنين ما حطيت البرجر المجمد بتمي، والسبب بسيط جدا اني تعلمت كيف اعمل البرجر في البيت، فما له اي داعي اني انا اشتريه مجمد، خصوصا ان انا ما بحس البرجر المجمد صراحه كثير زاكي. بس اليوم حبيت اختبر هاي النظريه وجبت 10 انواع برجر من 7 شركات مختلفه، وفي منهم شركتين هدول سعر البرجر عندهم مش سعر برجر مجمد، يعني بيطلع تقريبا اغلى حتى من انك تشتري اللحم المفروم فريش وتعمل منه البرجر. فخلينا نشوف يا ترى في واحدة من هاي الشركات رح تقدر تغير رايي بالبرجر المجمد. خلينا نشوف. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج يلا ناكل. عشان اعطيكم ريفيو اضبط فانا رتبتهم هيك من الارخص للاغلى. اول واحد عندنا امريكانا كيلو، فيه 10 قطع. طبعا كل البرجرات اللي اخترتها اليوم هي الحجم الكبير، الجامبو قطعه بدرهم و80 فلس. خلينا نجرب. عندي القلاية هون، شويه زيت. بقول لك لا حاجه للاذابه، ضعي قليلا من الزيت او السمن ثم اقلي البرجر لمده 5 إلى 6 دقائق، او ادهن البرجر بالزيت وشوي لمده 6 دقائق مع التقليب من حين لآخر. كل البرجرات راح أطبخهم زي ما هم مكتوب عليهم التعليمات على الكيس تبعهم عشان نضمن أحسن نتيجة ممكنة. هلأ مرق على البرجر تقريبا دقيقة، خلينا نقلبه. أمريكانا خلصت، ندوق. أوكي جوسي إناف، معناها انه فيها نسبة دهن لا بأس بها. اعطيكم التقييم النهائي للامريكانا، راح اقيم بناء على 3 اشياء: قوة طعم اللحمة، مدى طراوة البرجر نفسه، والشغلة الاخيرة واللي هي السعر. بالنسبة لطعم اللحمة، طعم اللحمة ابدا مش مبين، نكهة البهارات ونكهة البصل والتوابل طاغية، فراح اعطيها 2 من 5. بالنسبة للعصارة زي ما انتم شايفين فيها عصارة لا بأس فيها، بعطيها 4. اما بالنسبة لثالث نقطة راح نقيمها واللي هي السعر، بما انه أمريكانا هو أرخص واحد فيهم فراح أعطي له 5 من 5 بالنسبة للسعر. عدي بعد الشركة الثانية اللي عندنا لليوم والبرجر الثاني هو الإسلامي، نفس الفكرة، كيلو 10 قطع. القطعة هون سعرها درهم و95، يعني مش فرق كتير بالسعر. غسلنا القلاية، شوية زيت، نارنا متوسطة لهادية، ونحط البرجر. برجر الإسلامي استوى، ندوق. زاكي طلعوا قد ايه جوسي، واو فظيعة. مع انه هذا البرجر المفروض انه هو برجر لحم، الا اني مش دايق طعم لحم، حاسه قالب على جاج. بالنسبة لقوة طعم اللحم للأسف البرجر الإسلامي راح ياخد 1. بالنسبة للعصارة او قد ايه هو طري او جوسي راح اعطيله 5 من 5، لانه ما اعتقد انه ممكن يطلع معاي برجر تاني جوسي كل هالقد، وهاي صراحة يعني نقطة تحتسب له للبرجر الإسلامي. بالنسبة للسعر اعتقد لساتنا فينا نعطيه 5، بما انه على سعر درهم و95 فلس لحبة البرجر ستيل كثير رخيص. على البرجر اللي بعده، البرجر الثالث سينيورا، نفس الكيس، كيلو 10 قطع. نشوف الباكينج، نفس الفكرة، ورق زبدة، سعر القطعة 2.35 درهم. نقرأ التعليمات اللي قبله، أنا عملته زي الأمريكانا الإسلامي، عملته زي الأمريكانا هون. خبر خير ولا أي معلومة، على البركة هنعمله زي اللي قبله. صحن جديد، سينيورا صار جاهز. صراحة أقسى من اللي قبلها، اللي قبلها كانوا بيفتحوا معاي أسهل من هيك. عصارة، في عصارة بس مش إشي واو. ندوق، نقسمها وندوق. في طعم مختلف، أركز شوي، هو زاكي للأمانة، ولكن إحنا بنقيم على مدى قوة طعم اللحمة. طعم البهارات خفيف جدا لدرجة إن أنا مش حاسس بنكهة بهارات، أنا حاسس إنه متبل مجرد ملح وفلفل أسود. طعم اللحمة جيد صراحة يا أخوان، نكهة اللحمة فيه أكثر من الإسلامي وأمريكانا، فبعطيله 3 من 5. لكن بالنسبة للطراوة، البرجر هذا ما فيه دهن كتير، فيه عصارة بس زي ما انتم شايفين اشي كتير بسيط، فراح اعطيه 2 من 5. بالاخير هو السعر 2.35 درهم، بالنسبة لهذا البرجر 2.35 درهم لا غالي، هذا البرجر انا ما بنبسط فيه، الا لو انتم بتحبوا برجر ما يكون مدهن، فاعتقد انه هذا هو البرجر اللي بناسبكم. اللي بعده، ليش عم نحكي كتير، البرجر الرابع سادية، نفس الفكرة، كيلو 10 قطع.
هون الباكيجينج محترم، كل واحدة مغلفة بكيس نايلون لحالها زي سينيورا، ما في أي تعليمات، بحسهم هيك واثقين فينا إن إحنا هنعرف نطبخهم. شوية زيت، هاي برضو وزنها 100 جرام زي كل اللي قبلها. سماكتها مش جامبو، سماكتها سماكة البرجر العادي ولكنها إيش أكبر في الحجم. سادية جامبو، حجم أكبر، سماكة أقل، مع هيك طلعوا من دون ما حتى أقسمها. بعدين الملمس، الملمس برجر أكتر. واو نايس. ندخل في التقييم على طول عشان لسه في برجرات كتير جاية. بالنسبة لطعم اللحمة راح أعطيه 3. البهارات خفيفة، الملح مظبوط، نكهة اللحمة ممتازة ممتازة عن جد. جوسينس راح أعطيها 4 إيزيلي، بتاخد 4. بالنسبة للسعر، أدي سعرها؟ 35 اللي قبلها السنيورة كانت 15، هاي 35. راح أعطيها 4 على السعر، بس صراحة على جودتها تاخد 5 على السعر لأنها خرافية صراحة. لغاية هلأ هذا البرجر المتقدم 12 نقطة على البرجر اللي بعده. الخامس، أمريكانا العملاق. أنا لما لقيت المنتج هذا حبيت أجربه، وما بعرف صراحة كيف حجمها، نكتشف مع بعض. فظيعة فظيعة، شايفين قديه الفرق؟ طبعا هذه اوريدي هي الأمريكانا الجامبو سميكة، هاي تقريبا نفس السماكة، يمكن أقل شوي إشي بسيط بالسماكة، بس شايفين قديش الحجم. هاي 150 جرام وبتطلع سعر الشرحة 3 دراهم، 2.80 فلس بالضبط. أمريكانا جاينت، هي زاكية، شكل حلا تبعها كيوت، يعني فكرة انه تجيب برجر كبير، بس لا مش مستاهل السعر، ونفس تقييم الأولى. على البرجر اللي بعده بلشت المنافسة تسخن. برجر السادس سمعت عنه كتير، الكبير، الكيس كيلو فيه 10 قطع، نفس التغليف، ورق، اوكي، بس في هون عندنا شيء مختلف. من 6-8 دقائق على نار منخفضة. اعتقد انه هم عم بيحكوا هيك عشان نفس الشغلة اللي انا لاحظتها، واللي هو انه الكبير اسمك من كل البرجرات اللي مرقوا علينا قبل هيك. وزن الشرحة 100 جرام وسعرها 3 دراهم. اوه الريحة عن جد ريحته فظيعة. عرفت ليش بنكهة شواء الفحم الجديدة، يعني عن جد في ريحة شوي قاعدة بتصير. اضطريت اعمل واحدة تانية لاني حتى لما طبختها على نار متوسطة تحروقت من برا، ولما فتحتها لقيتها نية من جوا. فلما بدكم تشتريوا الكبير عن جد بدكم تطبخوه على نار هادية واعطوه وقته، لانه عن جد برجر خميل، وانا بحب البرجرات الخميلة. فخلينا نشوف. واو واو، ما في كلام، يعني انتوا شفتوا كيف السوائل عم تطلع منها. واو شوفوا 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 العصارة، صراحة الحق يقال، برجر الكبير برجر بنافس البرجر باللحم الفرش. ندخل على التقييم لانه البرجرات اللي جايين انا كثير متحمس لهم، هدول انا معتبرهم الفي اي بي ليج. نكهه الدخان يا جماعه، الموضوع مش مجرد كلام مكتوب على العلبه عشان يبيعوا منه اكثر، لا، في نكهه دخان كثير قويه. طعم اللحمه 4، طعم كثير قريب. بالنسبه لطراوه راح اعطيه 5. بالنسبه للسعر انا نفسي اعطيه 3، بس صراحه من قد ما هو زاكي راح اعطيه 4، وبالتالي مجموع السكور لهذا البرجر 13 نقطه. ننتقل على البرجرات اللي بعده لانه التحدي صار كثير 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 قوي. قمه الحماس، بلشنا بشغل الكراتين السوداء والاشياء اللي مظبطه. نفتح ونشوف 4 برجرات بوزن 454، تطلع الوحده 113 جرام. زي ما انتم شايفين باكجينج رائع، لونه احمر على عكس الباقيين بيكون لونهم مايل للبياض. صحيح نسيت اقول لكم اسم المنتج، هو من شركه فريشلي فود، وهذا البرجر اسمه الستيك هاوس. 4-5 دقائق على كل جهه وبنزل وهو مجمد. ما قالوا نحط زيت، فانا ححط بس نقطه. طبعا زي ما انتم شايفين البرجر رقيق، انا ما بحب البرجر ما يكون خميل، لكن خلينا نشوف كيف راح يطلع.
ريحة برجر فريش. القوام مش سيء، طعم أهم إشي. بيف، ستريت فورورد بيف، لحم بقري واضح، جوسي. إذا هذا هيك فكيف اللي جاي؟ هذا هون اللي هلأ إحنا عم بنقيمه، الستيك هاوس. وهون هاي نفس الشركة بس نوع مختلف من البرجر، والصدمة إنه سعره أكثر من الدبل. هون 4 دراهم، هون 8.5 دراهم، وهذا الوحش الأخير ب15.5 دراهم للحبة. فخلينا نشوف كيف راح يكون طعمه. طعم هو طبعا بالنسبة للباقيين 5. بالنسبة للطراوة صراحة ما فيه كتير 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 عصارة، يعني راح أعطيله 3/5. بالنسبة للسعر 4 دراهم بالشرحة مش سيء، مش سيء أبدا، مع إنه أحسن من اللي قبله بكتير. بس موضوع في الطراوة ما أعتقد إنه أطرى إشي، لأنه كتير رقيق. يا ريت يا شركة فريشلي فودز إذا سامعيني اعملوه أخمل، اعملوه أخمل بليز، اعملوه أخمل. والله حرام هذا ما ياخد 15 نقطة. علي بعده، السابع أو البرجر السابع، سينيورا. يعني منتج عندنا لسينيورا، ولكن هذا فاخر، جودة مضمونة، الباكجينج صراحة بورجي إنه إشي محترم. أنا مبسوط يا جماعة. البرجر هذا انكبس في مكبس ما إله حواف، وبالتالي توحي بأنه برجر معمول بشكل يدوي، مش حاطين طريقة التحضير أسمك من ستيك ستايل برجر من فريشلي فود. هاي الشرحة وزنها 150 جرام، سعر الحبة 5 دراهم. هنشوف إذا مستاهلة ولا لا. صراحة سينيورا ما كان أفضل تقييم باللي راحوا، كان أعتقد أسوأ تقييم، أعطيناه 9 إذا بتذكر صح. هل يا ترى سينيورا رح يعوض ولا لا؟ منطلق. صحن جديد ونقول ألو سينيورا، وبعدين معكم. والله شكلها سينيورا راح تزعلني من ضغطتي على البرجر، مش مبسوط. نشوف الريحة، ريحة لحمة. ندوق. طيب نفس المشكلة مع سينيورا، حورجيكم شو المشكلة. ما في شيء طراوة في البرجر نفسه، شايفين بتكسر تكسير. اللحمة ما فيها دهن، ناشفة ناشفة ناشفة. شو مشكلتكم يا سينيورا؟ هاي شغلة بصراحة أنا حبيتها، ما في ملح. مش معناته أنا ما بحب الملح، بس البرجر حتى لما تروحوا على المطاعم الراقية ما بيحطوا عليه الملح، بيسيبوك أنت تحط عليه الملح، حطوا رشة خفيفة بس عشان سوى اللحمة. ما في بهارات، وتشيز كمان شغلة أنا بعتبرها جيدة صراحة. الطعم بعطيه 5، بس للأسف للأسف طراوة ما في أبدا، يعني 1. أنا كثير مهم عندي موضوع العصارة في البرجر، فرح أعتبره كثير غالي بالنسبة لبرجر ناشف، فرح أعطيله 2. المفروض انه احنا كل ما عم نتقدم لقدام نجيب سكورات احسن، بس كل ما غلي السعر بدها تزيد الكواليتي كتير، واذا الكواليتي ما زادت كتير هالشي راح يخلي السكور ينزل. فهون عنا برجر حقه 5 دراهم وبياخد 8 نقاط فقط. هذا ولا امريكانا؟ امريكانا سعره 1.80 درهم، يعني واحد كتير بسامحه في موضوع الكواليتي. هون للأسف البرجر هذا ما بيستاهل سعره. اللي بعده، اخر برجرين لغاية هلأ صراحة، الكبير أكثر واحد عجبني، وفريشلي فود الستيك ستايل كان أقرب إشي طعمه للبرجر الفريش. فنشوف من نفس الشركة. هون عندي بلاك أنجوس على طريقة المطاعم، نفس الوزن الغريب تبعهم، 454 جرام على 4 قطع، تطلع الوحدة وزنها 113 جرام. هون عندنا القطعة الوحدة ب8.5 دراهم. بغض النظر إن إحنا حنقارنها بكل البرجرات، لازم أقارنها بالتانية، وهل عن جد في فرق ولا لا. بالنسبة لطريقة التحضير، تعليمات الطهي: طبق، طاسة ساخنة يوضع أنجوس بيف برجر، طبق المجمد من فريش فود، طاسة مدهونة بالزيت، ثم يتم طهيه لمدة 4-5 دقائق على كل جانب ويقدم ساخنا. طبعا لونها أحمر أكثر حتى من تانية، راحة الكواليتي باين عليها، شايفين كرات الدهن، شكلها لحمة مفرومة. ولكن خلينا نحكي شغل. هلأ البلاك أنجوس، لو هاي فعلا بلاك أنجوس، أنا بدي أروح أجيب لحمة مفرومة بلاك أنجوس، سعر البلاك أنجوس 180 حتى ل250 درهم الكيلو. يعني المفروض هاي الشرحة يتراوح سعرها من 18-25 درهم. فهل فعلا أنا راح أدوق طعم مميز بسعر خرافي؟ خلينا نشوف.
اول نقطة، ما حقلكم البرجرات التانيين ما انكمشوا، لكن اكتر برجر انكمش فيهم، وعلى فكرة هاي مش نقطة سيئة، هذا معناته انك انت عم تتعامل مع لحم حقيقي، الدهن اللي فيه حقيقي، فاعتقد انه هذا بالعكس بشرة خير. طلع العصارة، طلع بنعصر. أنجوس يا جماعة، أنجوس الجماعة عم بيحكوا جد. شوفوا أنا شكلي بلشت التقييمات من أرقام كتير عالية، واحد من اثنين انتو اختاروا، يا إما بتعملوا ماينس 3 بوينتس لكل اللي فات وبنعطي تقييم لهدول، يا إما باختصار هدولك في كفة وهدول في كفة، وأعتقد هذا إشي فير. بس رح أقيمهم بناء على نفس الأساس. طعم اللحمة 7.5 من 5. جماعة قديه بحب أكل برجر، قديش عملت برجرات على هاي القناة، قديش اخترعت في البرجر، قديش جربت أنواع لحمة برجر. أنا هاي إذا بتحط لي إياها في سندويشة والله لو إيش ما بعرف إنها مفرزنة، ما بتبين إنها مفرزنة، مستحيل. طعم لحم ستريت فورورد. الجوسينس راح اعطيها 4 من 5. السعر 5 من 5. هاي عن جد ممكن بكل بساطة خليني اوقف اعمل برجر بالبيت واعتمد عليه كمنتج وقت ما احب اكل برجر، لانه عن جد اشي خرافي. انا كثير حكيت عنه وراح اضلني كثير احكي عنه، وكل حدا راح اشوفه راح احكي له عنه، يتفوق على الجميع. الصدارة اخر برجر الواجيو. انا اصلا مصور الفيديو هذا كلياته عشان هاي اللحظه. ما راح ادعي ان انا كثير بعرف عن الواجيو، انا اكلت الواجيو مره واحده في حياتي وبتذكر اني دفعت حقه حوالي 150 درهم. هون انا قاعد بدفع 15.5 درهم في الشرحه، وزن الشرحه 150 جرام، الباكيت هذا حقه 31.5 درهم، فيه شرحتين. الشركه الامريكيه اسمها رينجرز فالي، شيكوا عليه في الـ في الـ في الكارفور، بدكم هاي شكل العلبه. اوكي طبعا كل البرجرات انا لقيتهم بكارفور، بس للي حابب يسال طريقه التحضير، ما رضوا يحددوا وقت، ما رضوا يحددوا درجه حراره. شكل البرجراي اللي قبلها احلى منها صراحه، لونها احلى، هون لون اغمق شوي. اوكي في نفس الشيء حبيبات الدهن موجوده. الريحه، الريحه يا جماعه من كل اللي مرقوا، بس اللي كانت لها ريحه هي الكبير، وكانت ريحة دخان، نفس البرجر الفريش لما تيجي تعمله هيك ريحته. واجيو يا جماعة واجيو. طيب قبل ما ندخل على البرجر الأخير، إذا عجبكم هذا الفيديو انزلوا اعملوا اشتراك بالقناة هلأ، اعملوا لايك لهذا الفيديو وشاركوه مع أصحابكم عشان مش بس يشوفوا شو أحسن برجر بوجهة نظري في الإمارات، ويختاروا أكثر برجر بناسبهم، وإنتوا عشان تختاروا كمان أكثر برجر بناسبكم. خلينا ننتقل للبرجر الأخير. يا الله يا الله يا الله، إيش عم بصير هون؟ بسرعة بسرعة لحق الكاميرا 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 الكاميرا، في منظر هون درامي بحت. واجيو مفرزن. هادي اعتقد انه المشكلة اللي صارت اني بنيت عليها احلام كتير كبيرة. ما بقول انها مش ذاكية، طعمها حتما مميز، طعمها مختلف، طعمها فريش جوسي يس. بس انا في شغلة هي اللي خربت لي الدنيا كلياتها، هذا البرجر كان ممكن ياخد 20، كان ممكن ياخد 100 سكور، بس هون مشكلتي. شايفين الكلمة هاي؟ بصل. انا بحب طعم البصل، بس بحبش طعم البصل في قلب لحمة البرجر. اللحم زاكي، حرام عليهم انهم حاطين فيه بصل، حرام حرام حرام. كنكهة بقر هذا بياخد 8. طعم البصل بس هو اللي خرب. بالنسبة للطراوة راح اعطيها 6 من 5. اما بالنسبة للسعر، قلبي واجعني، كثير اوفر برايسد صراحة، 15.5 درهم، وانا ما استمتعت بطعم الواجيو، فراح اعطيها 3. عشان نكون عادلين، افضل برجر في فئه اللي تحت ال4 دراهم هو الكبير، طعمه رائع. اما بالنسبه للبرجرات الغاليه، اذا حابب تصرف تضبط حالك ببرجر عن جد طعمه خرافي، رشلي فود 4 شرحات حقها 32 درهم، بس تستاهل كل درهم تدفعه فيها. سلام.